السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكاع الخوت اللي تتفرجوا معنا في الفيديو. إن شاء الله غادي نبدأ السلسلة ديال الفيديوهات اللي تمكننا أن نتعلموا كيفاش نديزاينيو بفلاتر، فلاتر الفريم ورك ديال جوجل اللي يلا باقي جديد. إن شاء الله نبداو السلسلة على بركة الله. المهم كيفاش يكون البرنامج ديال السلسلة؟ غنبداو ندخلو نشوفو شي ديزاين زوون ديزايني ب الاستراتور ولا بلي زوتيل ديال الديزاين، ونحاولوا نحطو بحالو بالكود. انا اغلبيه ندخل الاب لابس تكونوا في ديزاينات زوينين. تنجي تنشوف التيم اللي نخدم عليه. مثلا نخدم على الارتيكلز. غادي نجي بحال هكا نسيليكسيوني الاي او اس اندرويد فلتراج ونشوفو شحال زوينة نخدمو عليها. نشوفوا هذا نحطوه هنا، نخدمو باج وحده ان شاء الله. نخدمو هذه ولا قدنا الوقت ندوز الاخرى على بركة الله. انت تخدم بالايديتور فيزيوال كود كي تخدمو باندرويد ستوديو، ماشي كاينش فيها شي فرق. غير انا هذا خدم بيه بزاف وعارف لي راكورسي ديالو وداكشي. نديرو نيو بروجيكت، نديرو مثلا نيوز اب، نحطوهم نتسناو شوية باش فلاتر يجينيري الدوسي ديال البروجي. صافي الدون نستناو شوية اناليزي. فلاشر فاش تكري نيو بروجي بار ديفو تعطيك واحد لابليكاسيون ديال الكاونتر، فيها انترفاس و بوطونات تكليكي و تكونتي. صافي دابا اوتوماتيكمون لونسيو لابليكاسيون ديالنا باش نشوف. غتلاحظو بلي الديزاين فلاشر شي حاجة سهلة بزاف باش تخدم اليو اي فروم سكراش. شي حاجة سهلة بزاف الا عرفتها تعلمتها كيفاش تخدم اليويجي ديالها. فلاشر مبازي على واحد هاد المفهوم ديال الويدجيت. ويدجيت تعني بحال قلت جزء ولا طرف، واي حاجه في اي حاجه في اليو اي بالنسبه للفلاشر تتسمى ويدجيت. بوطونه ويدجيت، تكست ورا ويدجيت، كولوم ويدجيت، ايماج ويدجيت. اي حاجه راه ويدجيت. وكاين جوج انواع ديال لي ويدجيت. كاينه ويدجيت اللي تقدر تهز معاها شايلد واحد، وكاينه تقدر تهز معاها شيلدرن بزاف. هاد القضيه خاصكم تفهموها مزيان. كاين لي ويدجيت اللي تهز تقدر يكون وسط منها ويدجيت واحد، وكاين اللي تقدر تكون وسط منها اري ديال لي ويدجيت. وهاد القضيه حنا غنبقاو نلعبو بيها. وايت لونس لينا دابا صافي. هي دي لابليكاسيون بار ديفو اللي تعطيك فلاش. كتكليك على البوطون شي كونس. المهم حنا هادشي ما عندنا ما نديرو بيه كامل. هاد ماي اب نشدو هاد الكلاس اللي هي هوم، نمسحوها
هنا يطلع لي ايرور تيقول لك بلي هاد الكلاس ما كايناش، انا شنو نديرو؟ نجيو لهنا نكريو واحد الفيشي جديد ديالنا، نسميوه مثلا، نسميوه هوم دارت، ندير واحد الشورت كات اللي هو اس تي ال اف، كليك عليه اوتوماتيكمون تيكري لك الكلاس، دير تعطيها السميه ديال حنا سميناه هوم. هنا تيحتاجك تامبورتي واحد بيبليوتيك سميتها ماتريال. صافي، دابا عندنا الكلاس ديالنا مزيان خدام. نجيو اوتوماتيكمون امبورتيوها هنا في المين، ندير امبورت، ندير الهوم، ونعيطو على الانستونس ديالها هنا. معندناش شي بارامتر. صافي، دابا عندنا الهوم ديالنا خاوية. نجيو للهوم، انا ديما هاد الفونكسيون بيلد هي ترسم لينا السكرين ديالنا. تعلموا دائما دائما اي سكرين تخدموا بها، ديما اول ويجي تبداو بيه هو سكيل فولد. هو ولا شي يخليك انك تخدم بلي زيلمون ديال الماتيريال ديزاين. فيه شي 4 لي زيلمون اللي اساسيين فيه. ديما اي ويجيت بغيتي تعرف شنو لي بارامتر ديالها، اما تكليك كونترول تكليك عليها تدخل ليها هي نيشان وتشوف لي بارامتر. هما عندنا الابار، هادو هما اللي نعرفو نخدمو بيهم بزاف. عندنا الابار، عندنا البودي، عندنا الفلوتين اكشن بار، وعندنا الفلوتين بوتوم اكشن بار، وعندنا هاد البوتوم نافيغاسيون بار. عندنا شي اليمون اللي نخدمو بيهم بزاف، وحنا الاساسيين ديالنا هما الابار والبودي، هما اللي نخدمو بيهم بزاف. دابا اوتوماتيكمون ندير الابار. كما قلت لكم اي حاجه تعتبر ويجيت. دابا الابار خصنا نكريو ويجيت سميتها الابار. اوتوماتيكمون هنا تشوفوا هاد الهيدر الابار ديالنا. من موراها غادي نخدمو نحطو البودي، نحط فيه اي حاجه، مثلا نديرو نحطو فيه تكست، كما تلاحظوا معايا هنا التكست تافيش. حنا دابا ان شاء الله نفوكسيو على الديزون ديالنا. كما تلاحظوا هنا في هاد السكرين ديالنا ما عندناش الابار، يعني اوتوماتيكمون بداو البودي. يعني هنا هاد الابار ما عندنا ما نديرو به، نخدمو شي بالبودي ونشوف. دائما حاولوا تخدموا بواحد القضيه، انفو تشوف الديزاين عندك بزاف ديال لي زيليم مستشفين من الفوق لتحت. نخدمو بواحد الويجيت سميتها الكولوم. الكولوم بحال قلتي واحد الليست ديال لي ويجيت. كولوم ونبداو. هنا عندنا هاد البوكس اللي فيه التايتل، وفيه الدات لتحت، وفيه التصويره في الجنب. ديما الخوت، الى عندكم شي اليم مقسوم على جوج ومفرق، ديما نخدمو بواحد الويجيت سميتها الرو تتمكنك انك دير بزاف ديال لي بحال قلتي لي كولوم. تاخد تشيلدرن حيت فيها بزاف، نحطو فيها تكست اللي هو داك التايتل، نخليو بار ديفو دابا هنا. ناخذ فيها التصويره اللي هي تكون ايماج. نوريكم واحد الطريقه تبقاو تخدموا بها احسن. بحال دابا هادي تكون ايماج، نديرو لها ايماج نشوفو الديزاين ديالنا. او ما عندنا لي زيم راه ما تحطو الفوق، خصنا نكحزو من التحت. باش نكحزو باش نخدمو بالبادين اللي هو معروف. كاين جوج طرق، يا اما تخدم بالبادين ولا تخدم بواحد واحد الويجي سميتو سايزد بوكس. حنا في هاد الحاله نشوفو السايزد بوكس.
سايزد بوكس، تعطي الهايت ديالو نعطي 24 مثلا. هاو تفعلينا ليزيليمون ديالنا. كما تشوفوا هنا عندنا داتا وعندنا ايماج ملاصقين. هنا حنا في الديزاين عندنا مفرقين، عندنا وحده في اليمين وحده في اليسار. باش نفرقهم اوتوماتيكمون كاين واحد البروبريتي كاين عند الراو سميتها الماين اكسس الاينمنت، تنعطيوها سبيس بيتوين. سبيس بيتوين يعني تقول لي فرقهم، عطاهم اسباس بيناتهم اوتوماتيك. كيما تشوفوا هنا راه تفرقونيش. كما تلاحظوا هنا في الديزاين عندنا واحد البادين في اليسار واليمين اوتوماتيك. مون شفتو الراو ديالنا ندخل نعطيه بادين، ما نديروش البار ديفو تعطيك البادين ال، يعني 8 ديال 8 في هاد اليونيت اللي تخدمو بيها تاخدو 8 و تفرقوها لكلشي. حنا مبغيناش في كلشي، حنا بغينا غير اليمين و اليسار. كاين واحد البروبريتي سميتها سيميتريك. سيميتريك تاخد يا اما اوريزونتال ولا فيرتيكال. حنا ناخد اوريزونتال نعطيوها مثلا 24. شي دابا عطات البادين ام اليمين و اليسار جناب، باش عطاتها اوريزونتال دير فيرغول فيرتيكال، تعطي الفيرتيكال تا هو نديرو واحد 12. كيما تلاحظو داكشي غادي زوين. هنا عندنا في التكست عندنا جوج، ما عندناش واحد. عندنا التايتل وعندنا الدات، وهنا في الديزاين ديالنا عندنا واحد اوتوماتيك. هنا عندنا التايتل والدات واحد فوق واحد، يعني خصنا كولوم. شي حاولوا تفهموا الكولوم والراو، راه هما لا ديروا بهم واحد 80% ديال الخدمه في اليو اي في فلاتر. نديرو نخشيو داك الطات في الكولوم ونديبليكيوها. دابا ولا عندنا جوج ديال لي تيكست والايماج لهي. دابا شنو غندير هاد الخوت؟ تنقسم البوكس ديالي عاد نعمر فيه لي زينمو اللي محتاج. شنو مازال خصنا في هاد؟ صافي خصنا نخدمو دابا على ليماج ونخدمو على لي تايتل. عندنا هنا توب ستوري توب ستوريز ياك، وعندنا مونداي مزيان. كما تلاحظوا دابا لي تيكست باقيين بار ديفو. واحد الحاجة الا لاحظتو معايا هنا لي تيكست كلهم بادين من الاول، يعني هاد الكولوم عطى واحد البروبريت اللي سميتها كروس اكسس الايمنت. نعطيوها الستارت، يعني كاع لي زينيمون ديال هاد الكولوم يبداو كلهم يكون لا لينيمون ديالهم من الاول. مزيان. دابا نخدمو على الستايل ديال التكست. هنا عندنا ديك التوب ستوريز عندنا كبيرة وكرا، نحاولو نعطيوها هاد السريل ديالها. في الويجي تكست عندنا واحد البروبريتي سميتها ستايل، و تاهي تاخد ويجيت، يعني نديرو تكست ستايل ونعمرو لي زيمو ديالنا. نبطو أول حاجة نبداو بهي السايز. بس زوين هاد الفلاشر تيعاونك بزاف، هاد تبدا تكتب تيفهمك شنو باغي دير. السايز نعطيوه مثلا واحد 35 مزيان. من مورا السايز نعطيوها الكرا هي الفونت. نخدمو بواحد البروبريتي سميتها الفونت ويت بولد. مزيان. كيما تلاحظوا معايا هنا الخوت عندنا اللون هو راه كحل، ولكن راه هابط شويه. نوريكم واحد تكنيك بقيت نخدم بها، تعجبني انا بزاف نخدم بها. في الكولور ديال داك التكست الكولور تا هو ويجيت، نديرو الكولورز البروبريتي كولورز
و بلاك. بالنسبه للولا تقدر تعطيه هاد لي كور لي بريديفيني اللي تعطيهم لك فلاشر بارتي فاش تخدم بيهم، تقدر تخدم بالكود اكزاديسيمال ديال اللون، والطريقه سهله بزاف. غير هنا نزيد ويد، واحد البروبريتي سميتها ويد اوباسيتي. الاوباسيتي تعطيها رقم، تنقص لك اوتوماتيكمون لوباسيتي ديال اللون. هنا نديرو مثلا 90 باش هذاك ليفي ديال باش ما يبقاش داك الكحل مجهد، نهرسو شويه مزيان. صوبنا التكست ديالنا، نخدمو على الدات. الدات تا هو نفس البلان. نمشيو للستايل، تكست ستايل، السايز نخليو تقريبا هو هذاك. نخدمو اللون مزيان، أصلا نكبرو شوية، غالبا نكبرو شوية. نعطيو السايز تاعو السايز، ندير واحد لا بزاف، ندير واحد 17، صافي مزيان مزيان. دابا نشوفو ليماج ديالنا، نمشيو ندبرو على شي افاتار. اوتوماتيكمون نقصدو البروجي ديالنا اللي هو نيوز اب. نكري واحد التوصيل نسميوه اسيت، ندخلو نريجيستخيو فيه ليماجين، كوبي سميتها. هنا دابا تزيد نحطو صياو في التصويرة ديالنا. نمشيو لواحد الفيتشي سميتو بيب، لا نمشيو لهذا بيب سبيس، ونجيو لهنا. هما عطينا معاونين، عطينا كيفاش نابورتو لي زيماج ديالنا اوتوماتيكمون. تشد لي كومونت هادي، وحنا الدوس ديالنا سميتو اسيت. ليماج ديالنا سميتها اوتوماتيكمون. دابا نقدرو نخدمو بها ليماج، نفوتو تعيط على هنا تقدر تخدم بها. نجيو لهنا الايماج، نحيدو التكست ديالنا، نديرو ايماج بوان. عندنا اسيت فايل ميموري نيتورك. انا لحد الان خادم بلاسيت وخادم بنيتورك. نيتورك لا عندك شي ايماج في الانترنت تجعطها ليو غيل ديال ديك ليماج. حنا دابا عندنا ليماج ديالنا في الاسيت، نعيطو على سميتها اسيت سلاش يوزر بوان بي ان جي. نشوف واش التسمية هاديك صحيحة. وزر بي ان جي حسيت كان عندنا شي مشكل. اوكي تصبر، طلعت لنا كبيرة بزاف. هنشدوها، غنخشيوها في واحد الويجيت اللي سميتو كليب اوفر. اوتوماتيكمون هذا تبقى يشد التصويره وتيروندي الا كانت تصويره، كانت تصويره مربعه ولا شي حاجه. نجيو الايماج ديالنا، هذا البروبريتي ديال الويد. نعطيوها مثلا، نعطي واحد عشرين، لا نقول لها عطيني واحد 59. مزيان، كيفاش تلاحظو معانا التصويرة ولات في السايز تقريبا اللي نخدمو بيه.
هنا كما تلاحظوا عندنا واحد الدوار صغير ورا هنا في ليماج، طلب هذا نخدمه ان شاء الله. اتخلنا شويه الوقت شويه كنخدمه. نشدو هذا، نشدو هذا الاليمو كامل كومونتيو، نخدمو واحد الكون، نحطو كونتينر، كونتينر نعطيوها ديكوريشن، ديكوريشن بوكس، خويا ما تخلعوش من هاد لي تكنيك لي تندير دابا. اين فوا تخدمها مرة جوج صافي تقلع عليها، نديرو الشيب بوك شيب بون سيركل. ياكو نعطيو هنا الكولور، مثلا نديرو نعطيو هاي الويد مزيانة. دابا صاوبت واحد الشيب، صاوبت واحد الكونتينر مدور وعطى شوية لون. دابا البلان ان عندنا يكون عندنا جوج ديال لي سيركل، وحدة فوق وحدة، وحدة في هاد الصبارة وحدة في هاديك موتيفيكاسيون ولا شناهي نقصدو بيها. فاش يكون عندك اليمو فوق اليمو خاصنا نخدمو بواحد الويجيت اللي سميتو ستيك. ستيك مهم لا تعلمت كيفاش تخدم به، هي سهل عليك بزاف الخدمه. غادي نخشيه في كولوم ونخدم السميه ديال الكولوم ونرجع ستيك ستاك ستاك ولا ستيك. دابا اي فوا تخدم بهاد ستيك تقدر دير بزاف ديال لي زيليمون فيه وتلعب بيهم، دير اليمو فوق اليمو بحال هكا. دابا حنا هنا خصنا نصاوب وحده بحال هادي صغيرة عليها تكون حمراء. نديرو مثلا نعاودو نحطو اليمو هنا كامل، وهنا نديرو مثلا 12 على 12 الكولور نديرو ريد. كيما تشوفو راه تحط لنا واحد الطويرة صغيرة تماك، ولكن حنا مبغيناش تكون في ديك الجهة، حنا بغيناها تكون في الجهة الأخرى. يعني هنا نخدمو بواحد الويجيت أخرى سميتها، عقلو عليها مزيان، سميتها بوزيسيوند. هاد البوزيسيوند تعطيها فين بغيتي داك ليليمون يكون. مثلا انا بغيت يكون في سميتو في الرايت، نشد الرايت نعطيه زيرو، نرفعها ليه شوية ونهبطها شوية باش تدخل ندخل شوية بعدا نعطيها واحد 12، لا نعطيها 4. ياك ندخلها شوية من الطوب، ندفعها من الطوب شوية نعطيها واحد 4 نيت، لا ماشي بزاف، نعطيها جوج، نعطيها غير واحد صافي باش تكون داخل. دابا البلان الخوت هو هنا عندنا واحد البوردر شي بيض ف ملاصق مع هاد القمة هادي. يعني شنو نديرو؟ نقدرو في هاد الكونتينر نقدرو نعطيوه البوردر اوتوماتيك هنا في البوكس ديكوريشن. نعطيوه نديرو بوردر، نديرو بوكس بوردر، بيض راه هو عطانا. ونديرو شحال بغينا، نديرو شحال بغينا في الويد ديال داك البوردر، نديرو جوج مثلا باش يكون باين. نكبرو السيركل ديالنا، نعطيوها 15 مزيان. الى عطينا دابا ما خصناش ندفعوها بزاف، مزيان. دابا غالبا تبان شويه بحال، خاصها تكبر يمكن اكثر. صافي نحافظوا عليها في هذا الشكل. دابا خاصنا نحطوا التصويره وسط داك الاليمون الفوقاني.
الناس تقدر تخدم بواحد البروبريتي سميتها باك جراوند، سميتها لا ايماجين، ماشي بحال هكا ايماجين، تعطيها ايماج، تعطيها ديكوريشن ايماجين. ديما فاش ما تعرفش شنو الويجيت اللي خاصك تعطيه لواحد البروبريتي، كليكي عليها بكونترول تعطيها ديكوريشن ايماج، نديرو ديكوريشن ايماج، نعطيو ال ايماج، ناخدو الايماج ديالنا، نشوفو هاد القضية كيفاش تخدم. هنا تيقول لك تيقول لك داك التيب ديال الايماج ما خدامش، يعني شنو البلان. هنا تيقول لك هاد الايماج تاخد ايماج بروفايدر، تعطيها اسيت سلاش يوزر وان بي ان جي. كيما تلاحظوا دابا التصويره خدمت لنا مزيان، انتيغريت لنا التصويره في الاخر ديالنا بنجاح. المهم كملنا البوكس الاول ديالنا، كيما تلاحظوا هنا جبنا هاد البوكس كامل، راه فيه واحد شاداو صغير هنا مفروق على هاد الكارد الاخر. يعني شنو غنديرو، يعني شتو هذا كامل نحطو فواحد واحد الكونتينر، يكون والباك جراوند ديال لابليكاسيون مخصهاش تكون في هاد اللون، خاص تكون شويه كريه. يعني شنو غنديرو، نشدو هاد الاليمون كامل اللي خدمنا منين، الراو نبداو من الراو من هنا. نورمالمون عندنا البادين على كلشي، لا معندناش على كلشي، يعني نخليوها تماك، نشدو من البادين هاكا، نحطو واحد الكونتينر هنا، كونتينر، ياك نعطيو الشالد، والشالد نعطيو هو هادشي كامل ديالنا. علاش درنا كونتينر؟ باش نقدروا نصاوبوا البوكس شادو ديالنا، ولا البوكس بوردر، واش البوردر هذا ولا الشادو؟ لا يمكن بوردر، بوردر نخدمو البوردر ديالنا، نديرو ديكوريشن، نديرو بوكس ديكوريشن، نديرو البوردر. كنت انا واحد الحاجه الدراري تكون قاله، انا تنجي لهنا فين خدمت البوردر، فين خدمت البوردر، ها هو شفت هذا كامل ونحطو عندي. ايوا هنا ما نخدموش البوردر عادي، حيت هنا خدمت انا بالار، انا في هذه الحاله ديالي عندي غير البوطوم، يعني ما نديرش هنا الار، ندير هنا نحل وندير البوطوم، ندير بوكس، ندير بوردر صايب، نحل فيه العيبات، ندير كولر، ندير كولرز غراي ياك، واللون ديالو هي هاديك، يكون ويدو اوباسيت واحد صفر خمسة مثلا، باش يكون هاك بزاف، مبانش مازال خاصو يطيح. نديرو بصيرة تلاتة مزيان. دابا البلان خاصنا الكونتير ديالنا يكون عندو واحد اللون، واللي هو يكون البيض، باش يبان ليكم مغزلنا هادشي شندير كامل. غادي نشدو السكيفول ديالنا ونعطيها باك جراوند كولور، منعطيوهاش البيض، نعطيوها خاص يكون بحال الكراي. نقدروا ناخذو من هنا، نيت هنا فرصة باش نوريكم كيفاش تقدروا تاخذوا اللون. دير كولور شنو بغيت ندير، انا ناخذ هذا اللون ديالي، انا فين هو غالبا هو هذا،
نخدمو نهز الكود كولور ديالو ياك. انجي لهنا نخدم بواحد البروبريتي اخرى اللي هي كولور تعطيها فاليو. غير هو البلان ما تقدرش تعطيني شن هكا ولا تعطيها ليكساديسيمال عادي بتياز ولا ما يخدمش لك بحال هكا. البلان ديالها خاصك تعطيها واحد تجبدها بواحد الكود ديالها هما. انا لحد الان باقي ما عرفتوش زعما المغزى المعنى ديالو 0xff ومن مورا تزيد الكود بلا دياز صافي. هنا غادي اوتوماتيكمون غادي يولي شي ولا اللون داك الشيء اللي عطيتي نسدو ديفلوبر تول ديالنا ونكملو. نخدمو دابا على الكارد اللي فيها ليماج فيها تايتل فيها ليليمون ديال يمكن الاوسر بحال هكا ولا اليوزر اللي حط داك البوست في واحد البودي صغيور وفيها جوج ديال لي زيكون ديالنا كيما خدمنا ديجا في هاد البوكس الاول نعاودو نحطو نشوف واش هو عندنا تا هو عنده بوردر لتحت. بما انه عنده بوردر لتحت يعني ناخدو هذا المقاد ديالنا ونكملو عليه. غندير واحد السباس بيتوين هاد جوج ديال لي كونتينر اللي دايما هو السايز بوكس. ماش نديرو فيرجين كوليو اللعبة ديالنا نستوها باش نشوفو داكشي واش خدام مزيان. ديما ندير واحد تكست نعطيوه مزيان ما ماشي وحده. بغيت انا نشوف هاي العبار اللي عطيت هنا باش يكون بحال يكون صغير. ما عطاوش 12 عطاوها 5 تقريبا غالبا 5 صافي مزيان 5 مليون. يا دابا شنو غنديرو؟ دابا نعاودو كيما درنا في اللغة نديرو تقسيم. عندنا نبداو بالكولوم حيت عندنا تلاش شحال من اليم 1 2 3 4 5 5 ديال لي زاليم يعني ضروري خصنا نخدمو بالكولوم هنا يعني وسط هاد الشايلد نعطيو الكولوم ياك نعطيو الشايلد ديالو ونبداو نديرو لي تيكست هنا باش يكون داكشي زوين. نديرو لي تيكست نعطي فيرجيل نديرو 3 ديال لي تيكست مقادين. دابا ما تخلعوش من هاد القضية ديال الكونتينر باقي ما شاتش كلشي. اوتوماتيكمون ندير واحد الويد نعطيو دوبل بوان انفينيتي باش يشدلنا الاسباس كامل باش يشدلنا ليكرون كامل السكرين ديالنا كامل صافي. دابا هنا نبداو هنا القضية عندنا شوية سهلة. عندنا تصويرة باش نقلبو على شي صويرة نديرو مثلا حنا ناتشور نشوفو شي صويرة زوينة هنا نخدمو بيها نخدمو بهادي وجيت تخيوها عندنا في الأسيت نيت تسميوها ناتشور. نوريكم واحد التكنيك. الا كان عندك بزاف تصاورات تبقى تخدم بهم وما فيك ما كل مره يبقى يديكلاري هذا سميت التصويره اوتوماتيك مش دير ليه تقول ليه اي حاجه كاينه في التوسي اسيت امبورت عليا مزيان. دابا نقدروا نعيطوا على الايماجينيشن نديرو ايماج بوان اسيت نعيطوا على اسيت سلاش مزيان بيوتيفول زوينة جات تقريبا هادي. تنزيد واحد الاليم باش الا كانت صغيرة ما مقداش مع السايز ديال الاليمون ديالنا اللي كاين نص منه تدير واحد البروبيتي سميتها فيت تعطيها بوكس فيت كوفر. ديما الا كانت صورة صغيرة ولا كبيرة شي زوميها وشي حطها لك باش تكون باش ما يبقاش قدك الجناب شيطان ولا شي حاجة وهذا باش تكون فراسكم وصافي. زيد على بركة الله نكملو الديزاين ديالنا.
عندنا هنا عندنا التايتل الكبير، التايتل غالبا بحال داك التوب ستوري، غير سخر منا شويه يعني. نمشيو نخدمو الكوبي كولي شويه باش نربحو الوقت. نهزو التكست ديال التايتل، كيما تشوفوا هنا عندنا واحد الاسباس. الاسباس كيما قلت لكم تقدروا تخدموا بالبادين، تقدروا تخدموا ب سايزد بوكس. عندي باش نخدم بهاد السايزد بوكس، مهنيه مرتاحه، نعطيه واحد 10 كبير. نحط لي الاخر ديالي التكست ديالي. عندنا هنا لي زانيمو بادين كاملين، بادين من الاول يعني كيما درنا في الاول. نشدو الكولوم ديالنا، نعطيها كروس اكسس الايمنت، نعطيها كروس اكسس، نديرو ستارت يعني كلشي يبدا من الاول. عندنا هنا عندنا واحد البادين، ياك عندنا واحد البادين بالنسبة للتكست تايتل و لي زينيمو تحت منو. نشدو تو سامبلومون نشدو التكست ديالنا، نعطيو واحد البادين، نقول ليه اونلي ليفت، ياك ليفت، نعطيو واحد 12 مزيان اوسم. شوف مزيان اوسم مزيان. دابا ندوز، بما اننا خدمنا بالبادين، نعطيو الطوب ونحيدو ديك، نحيدو ديك السايز بوكس، نعطيو 10 ونعطيو 12 نيت، نحيدو هاد السايز بوكس، نعطيو ماشي 24 باش يبقى داك نفس السايز. والبوتوم نيت نعطيو حتى باش يدفع حتى من التحت، نعطيو مزيان. من ورا عندنا هاد الاليمون اللي فيه التصويره والسميه والتايم. هادي نديرو بواحد الطريقه زوينه. عندنا واحد الويجيت سميتو تايتل، تايتل ليستينغ ولا ليست تايتل، ليست تايتل، هي هادي تعطي لاندين. هاد لاندين نديروها نديرو سيركل افاتار، سيركل افاتار تاخد الباك جراوند ديال الايماج. ناخدو الايماج الاولى ديالنا ديال اليوزر، صافي. من موراها نديرو ليها، من مورا اللاندين نديرو تايتل. نعطيوه عنا، حنا عنا اصلا عنا جوج لي زينامو، ياكو جوج لي زينامو، عنا تايتل نيم وعنا تايم، واحد فوق واحد يعني نخدمو بالكولوم. كيما قلت لكم هاد جوج ديال لي زينامو راه مهمين بزاف، الكولوم والرو. الا عرفتو تخدمو بيهم راه تمشيو مزيان. عندك الت شيفت اف تتفورمي الدوكيمون ديك ترجع، الا كان شي اسباس ماشي هي هذيك تتقاد لك ليه مكامل الدوكيمون كامل تتقاد. عندنا هنا عندنا اشكال، عندنا اوتوماتيك مود الكولوم تتاليني لي زيليمونس من نفس السنتر. حنا ما بغيناش السنتر، حنا بغينا ديما يبداو يكونوا في الاول. نديرو ستارت، غالبا التوتوريال غادي طوال. نقدو لي تكست ديالنا، ندير سميتي انا فيه، نديرو ستايل تكست ستايل، نحلو نعطيو بولد، نعطيو سايز واحد 23،
السؤال ديالنا نديروه. شنو عندنا في عندنا في التايم؟ عندنا 31 ميني شكاو. مزيان غالبا حتى الاخر عند حتى الاخر اقرا حتى نحتاجوها. مزيان كيفاش تلاحظوا الخوت دابا صوبنا لي ليمون الثاني ديالنا، يبقى لنا البودي. البودي حلو سهل، ويبقى لنا لي زيكون. غالبا هاد البوطو ما نقصوه. مزيان دابا نزيدو البودي ديالنا. البودي تا هو يكون واحد التكس كبير. هو الا كان تكس كبير تدير ليه تزيد ليه واحد نسيتها الرجولة. اوتوماتيكمون غادي نحطو وسط واحد الانيمو زوين، اللي هو الاكسباندد. شوف هذا كيطلع لنا هادشي صافي. مزيان صافي مزيان. الكولوم تبقى تنقاد لك التكست بوحدو، يعني ما طيحش في هاد المشكل ديالها. يعني نيش نخدمو نحطو الليمون ديالنا في بادي. كيما قلت لكم في الهضره شي عاونكم بزاف. عندنا هنا 12 دافعين 12 مليون. نشوفو يكون كرا يكون السؤال ديالو كرا. على بركة الله نزيدو ليليمون تاع الاخر ديالنا اللي هو واحد الراو، يكون فيه جوج ديال تشايلد، كل واحد فيهم راو. ركزو معايا شويه حيت هاد ليليمون اللي دابا عندنا شويه مخربق، فيه راو. حيت عندنا جوج، عندنا هاد اللايكس وعندنا الكومنت. اللايكس فيها جوج ديال لي زينيمو، فيها الايكون وفيها الكاونتر ديال اللايكس، وكذلك في الكومنت عندها الايكون عندها الكاونت. يعني راو كبير جامع جوج ديال لي زينيمو، وكل ايليمو منهم راه هو راو فيه جوج ديال لي زينيمو. يعني شنو نديرو هنا؟ نصاوبو الاول ديالنا نحطو فيه، نقسمو كما العاده بالتكست باش يبان لنا البلان. ياك باش نقدو ليه البادين ديالو. داكشي هنا يخصنا كما قلنا، يخصو بادين حتى هو. صافي يخصو بادين من الفوق ومن التحت، يعني يكون انا شتو هاد الراو نحطو في بادين، يكون غي سيميتريك، يكون غي اوريزون. نديرو الان لا الان يخصو كلشي. نعطيو 12
دابا غنخدمو هنا، نخدمو الرو ديالنا اللي يكون فيه اللي يكون فيه اللي يكونو يكون فيه اللي يكون والكاونتر ديالها اللي يكون. شنو عندنا هنا؟ عندنا الهير الفافوري، الفافوري اللي فيه داك القليل فافوري، غادي يكون عندنا التكست منو التكست حدا التكسيون. دابا البلان ان خصنا نصاوبو الستيل ديال اللي يكون عندها الكولر، كولرز ريد تكون حمراء، عندها حتى السايز. نشوفو السايز، غالبا السايز هو هداك، نكبرو شوية يمكن، نخليو ستايل ديال التكست، نديرو ستايل تكست ستايل فونت و بولد. عطا واحد الاسباس بيناتهم، الاسباس اللي نشدو نديرو ديرو سايز بوكس. ديما السايز بوكس تتعاون بزاف، غير خصك تعرف امتى تخدم بيها وامتى ما تخدمش بيها، بعض المرات تكون موفيزا فعلا. ماشي 12، نديروها 5 4 مثلا، صافي. كما قلنا دابا عندنا صوبنا اليمون واحد، غنديبليكيو هاد الرو ديالنا ويولي عندنا الكولوم الكومنت بلا ما بلاصت فابورات تكون كومنت. كومنت غير واش تلقى بحال هاديك ولا لا، هاديك ما تلقاش، داك اللي يكون يا اما خاصك تصاوبها ديزاينها بالاستراتور ولا تخدم بدي بيبليوتك ديال شي بيبليوتك ديال لي زيكون اخرى، بحال مثلا في موت اوسم كاين واحد البلوغين في اللي جينا درنا بوب. هذا هو السيت باش تقدر تيشارجي لي باكيج ديالك امبورطون فلاشر. درنا فونت اوسم، فونت اوسم عندنا في فونت اوسم، كاينه بيبليوتيك ديال فونت اوسم في الاخر فلاشر، تقدرش امبورطها وتزيد بيها وتخدم بيها. نديرو فلاتر ايكون باكيجز. عندك واحد السيت كاين هنا نشوفو، لا ها هو سميتو فلاتر ايكون بون كوم. هنا اوتوماتيكمون تدير سمين ديال ليكون اللي بغيتيها وتعطيك في كاع لي بيبليوتيك اللي كاينين ندير لي زيكون فلاتر، يعني تقلب عليها هو الاول تعرف ان بيبليوتيك وتخدم بها نيشان. مثلا حنا خدامين على الكومنت، الكومنت ها هنا مطر الديزاين، هادو هما ديال البيبليوتيك ديال لي زيكون بار ديفو اللي كاينه في فلاتر. عندنا فوت اونسوم هي اللي هي دابا شفناها، هي فيها هاد التشكيلات، وعندنا هادو لا بغيتي تزيدهم نتوما تامبورتيهم. المهم انا دابا وريتكم هاد التولز باش تبقاو تخدمو بيها، لكن حنا غالبا ما نحتاجوهاش، نخليو غير بار ديفو. بار ديفو ماشي هنا كاين واحد السباس بيتو ندرو ودرو، يعني دايما نخدمو بالسايز بوكس. سايز بوكس نديرو الويد، نعطي واحد 24، نحطو الفيرجول ديالنا مزيان. المهم تقريبا حطينا نفس الديزاين، كاين الاختلاف صغير في مثلا في الفونت فاميلي اللوينات شويه وصافي. اما يعني لو بغيتي تحط شي حاجه في فوتوكوبي راه تقدر تحطها، ما صعيبش كاع. اش بان لكم نزيدو ولا بارك علينا؟ غير حسب الفيديو شحال يبقى لنا سميتو النافيغاسيون بار. النافيغاسيون بار سهلة، عندنا
عندنا لتحت، لتحت نديرو بوطون، بوطون نافيغاسيون بار، نافيغاسيون هاي بوطون نافيغاسيون بار، تاخد ويدجيت يعني تقدر تعطيها الراو، تقدر تعطيها الراو بمعنى تاخد ويدجيت تقدر تعطيها الراو وتحط فيه انت لي زينامون لي بغيتي. يعني هاد الفلاتر شي حاجة تسهل الحياة. نقدر نشتو هذا نحطو هنا، غادي يولي عندنا كيما تشوفو هنا، غادي يولي عندنا، يولي عندنا لي زينامون. تقدر تحط هنا فهمتي واحد الاري ديال لي ويدجيت تقد فيها، تقد فيها، تقد فيها لي زينامون ديالك، وتقدر تخدم بديالهم. كاين هما عندهم واحد الويدجيت سميتها بحال هكا بوطون، بوطون نافيغاسيون بار. شنو تاخد؟ تاخد ليست، تاخد ليست ديال ايتيمز. غادي باقي مخدمش بيها بزاف ايتيم. تعطيها، تعطيها الري لي زيتيم. شنو بوطون نافيغاسيون بار، بوطون نافيغاسيون بار، بوطون نافيغاسيون ايتيم. تاخد الايكون، ايكون مثلا نديرو شوفوا لي كل اللي عندنا هنا. عندنا الهوم، نديرو ايكونز هوم، هوم مثلا. وتتاخد، تتاخد شنو تاخد اخر تايتل، نديرو تايتل، تايتل اللي هو ويجيت اصلا تكست نخليوها بار ديفو. نشوفو ناخدو هذا نديبليكيو على تلاتة، كيما تلاحظو معايا هنا، هنا وصاب لي البوطوم، البوطوم نافيغاسيون بار. لكن كيما تلاحظو كاين واحد لي، واحد ليرور ديال، ديال الشاشة. دابا الا شتي، الا شتي دوك لي زريمو كاملين صاوبتي في السكرين ديالك، كان الهايت ديالهم كبر من الهايت ديال السكرين، غيطلع لك هاد ليرور. الحل ديالو ساهل، تنمشيو للفوق البادي ديالنا تنخشيو دوك كاع لي زريمو، تنخشيو في واحد الاليمو سميتو، سميتو سينجل، سينجل شايلد سكرول فيو، باش ترجع، ترجع السكرين ديالك سكروليبل، سكروليبل. يعني واخا يكون السايز ديالها كبر من السكرين، غتولي، غتولي تسكرولي وهنا تخرج من داك المشكل كامل. كما شفنا هنا حنا صاوبنا البوطون نافيغاسيون بار. تقدروا ديروا كاع لي زين، لي زيكون لي تبغيو. هنا اللون ديالو، هنا الا لاحظتوا راه خاصنا نصاوبو، نورمال خاصنا نصاوبو الكونتري اللي مورا، اللي مورا هذا. ندير واحد كونتينر، كونتينر اللي نعطي واحد الشالد وسان سونتريو واحد تكست اللي يكون هنا، واللون نعطيو الاحمر كولور، نعطيو الاحمر باش، باش نخدمو على المثال نفسه. دابا جينا لهنا نلقاو، نلقاو، نلقاو التكست ديالنا الوسط، و نديرو، نديرو ستايل ديالنا نتاعو بيض، تكستايل، نديرو كولور، كولور وايت، ونعطيو البادين، البادين، البادين نعطيوها، نعطيو مثلا، نعطيو، نعطيو 32، باش يسونترانيش مزيان الوسط. التكست نعطيو شي، شي بيك تكست مثلا بحال هكا، نديرو ايه تكست
جربونا صار مزيان. دابا باش نوريكم هاد اللف اللي دايرين هما ديال لاحظتوا هنا هاد الباتوم نافيغاسيون بار، باش يبين شويه اللي من مورا، يعني يكون يعني هذاك الاحمر يبان شويه من مورا. هنا تنشوفوا هنا غادي نديرو توت سامبلومون، نشوفو الباك جراوند كولور ها هو عندنا، نحطو نديروه ابيض كولورز و وايت، ونديرو ويد اوباسيتي. هاي هنا فين تنفعنا ديك الاوباسيتي، مثلا اللي درنا 5 حنا يولي يبان لينا نقصها بزاف، باش يقول لكم نقصها بزاف، نديرو وين جوج هنا يولي يبان. هاي هما دايرين الشاداو، دايرين الشاداو لي زاليمو ديال الاخر. لكن انت تقدر دير اي حاجه، تقدر ما تخدمش كاع بالبوطوم لافيكاسيون باش، تقدر تخدم بالرو عادي ودير تبدع كيما عجبك. هادشي بس زوين، اي حاجه تقدر تهز ويدجيت وسط منه، يعني الحريه التامه. نشوفو هاد سيليكسيون ايتم احمر، نشوفو كتكون يكون هاي سيليكشن ايتم كولر، نحطو ليه حتى هو اللون ديالو ريد. شينا هذاك اللي مولين في سيليكسيون يولي احمر. نتمنى نكونو وصلنا شويه ديال المعلومات الاخوه اللي تفرجوا فينا، وتبان لي بركه في هذا الحد. ان شاء الله شي طريقه اخرى نحط عاوتاني شي ديزاين يكون زوين، نقدروا نخدموا على سكرين ثانيه، ولا نشوفوا شي حاجه، ولا نتوما اقترحوا علينا جيبوا لنا شي ديزاين يكون زوين، يكونوا في ديزاين اللي معقدين، باش نحاولوا ان شاء الله نشوفوا كيفاش نقدروا نخدموا داكشي. ايوا خوت، مرحبا بكم اللي بغى يتعلم اكثر، تابونا معنا في الشين، وان شاء الله نبقى نحط فيديو غالبا فيديو السيمانه الى قدرني الله ان شاء الله. وبغيت نتمنى لكم عيد مبارك سعيد، والسلام عليكم.